السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة بتضاف لي الريفت عشان تقدر انت تصدر الملفات بتاعتك سواء PDF أو DWG أو DWF أو DWFX أو DGN وهكذا. بتقدر تحددهم كلهم وتقول له أنا عايز أصدر للبلدات دي. الميزة ان هو بقى فيه شوية اختيارات بتسهل عليك موضوع الطباعة، بتسهل عليك موضوع التصدير، تختار الطيب اللي انت عايزه وتصدر ليه على طول ان شاء الله.